احتفاء بلاعب سحر العيون، لاعب لب نداء القلب، ولاعب للمنتخب الوطني المغربي عوض المنتخب الفرنسي. حجي، اشنو هو الشعور ديالك وفي هذا الحفل الكبير ديال كره القدم؟ با اخويا حسن، اش بغيت نقول لك؟ عندي العائله ديالي، عندي ولادي، عندي شحال من الاخوان هنا في جاو شجعونا وتفرجوا معنا، و سي تري ايموشنيل. شنو لك، يا با دو مو بور اكسبليكي لا جوا اي لو بونور كو المغاربه وهاد الناس هادو عطاو ليا. دونك سي بلوس كان كادو، سي بلوس ك سي فون بارتي دو ما فامي. سي جي اون فامي دو 35 مليون دو بيرسون. والله حجي، نشاهدوا الان بعض لقطات ديال الاهداف ديالك ورجعوا. ايضا غادي نستمعوا للاصدقاء ديالك رونالدينو، كلهم قالوا شي كلمات من القلب بانهم تيحبوك. نستمعوا لهاد التصريحات. بالنسبه لنا هذا شرف بالنسبه لي كلاعب بالحضور ديالي صحبه السي محمود لهذا الاحتفال بتكريم ديال اللاعب الكبير اللي عطى الكثير للكره المغربيه خاصه الكره العالميه بسبب انه لعب ثلاثه ديال البطولات. من اللعابه اللي جاو من فرنسا وصراحه الله من جاو اوروبا وكان تيلعب في افريقيا تيعطي حتى رجليه، وهذا فهاد جا في توقيت كان الفوتبول شويه صعيب في افريكا. الحمد لله مصطفى، حنا فرحانين بالمستوى اللي قدموا وما نساوش بينا بالون دور، وسعداء اليوم تلاقينا بالاصدقاء تنحتفلوا به ونتمناوا ليه مسيره موفقه. لا بو ما سي اون بلازير دي فينير هسي. Très content pour l'invitation, très content pour le talent de tout le monde ici au Maroc. C'est un plaisir de revenir ici. Depuis plusieurs années de ma vie pratiquement, et une belle aventure en dehors du sport, une très belle aventure humaine, des relations avec des joueurs extraordinaires. Et en plus, on a eu la chance parce qu'on a pratiqué un football de qualité avec des résultats. كتربطنا علاقة أخوية وطيدة جدا بحكم أنه تجاورنا في المنتخب الوطني المغربي تقريبا واحد 10 سنين ولا 11 سنة. اليوم جينا نحضروا باش نشاركوا الصديق ديالنا والأخ ديالنا مصطفى حجي في التكريم ديالو. بصراحة تيشرفني أنني نكون في هذا اليوم إلى جانب كبار الأسماء اللي خلاو تنظن أسماء اللي خلات البصمة ديالها من ذهب في تاريخ كرة القدم المغربية. جي دابا في الكار حسيت شي حاجه بحال رجعنا لواحد 15 عام من قبل، وزعما هذا فرحانين والدراري كلهم فرحانين، وان شاء الله باش تنتمنى باش تكون هذا العرس الرياضي يكمل بخير وعلى خير. عطى كثير للفريق الوطني وشرف لكل مغربي اللي هو ياخذ كره ذهبيه. هذه التحيات تلعب دور في التاريخ ديالو وتستحق هذا التكريم. On a grandi ensemble, on a le même âge. Et puis on est né tous les deux à Agadir, on est deux enfants du pays et on a toujours été proches. Et puis on a fini notre carrière ensemble, on a joué à Aston Villa ensemble, donc c'est un très bon ami à moi. كل خير، انا الحمد لله راه جينا باش نشاركوا هذا الحفل ديالو، ونتمنى على الله باش يدوز حفل رائع ويكون في مستوى لهذا اللاعب هذا الخارق، ولو لاعب اللي خد كرة ذهبية زعما ما تياخذهاش نابورتك. واحد الرياضي اللي داز في المغرب زعما لا في التواضع ديالو، لا في الانسانيه ديالو، لا في اللعب، زعما انكرويابل. وما عنديش مع بزاف ديال اللعاب هنا في المغرب، ولكن الدراري ديال 98 عزاز عليا، ومصطفى كاع ظريف بزاف. طبق كروي استأثر باهتمام عشاق الفرجة، كانت البداية مع ائتلاف الوداد والرجاء ضد قدماء الحسنية. أجادوا، أبدعوا، وذكروا الجمهور الحاضر أنه على الرغم من التقدم في السن فالإبداع حاضر في أقدامهم. اللقطات الفنية كانت حاضرة بقوة في هذه المباراة والتي انتهت باقتسام أهدافها
ومتعتها. ليعيش الجمهور بفصل ثاني عنوانه الاحتفاء بابن الأطلس الصغير الذي قدم بكل سخاء كل الأشياء الجميلة في كرة القدم. مصطفى حجي وزع الشهادة وبرهن على أنه من الطينة النادرة. النجوم كرمت صاحب الكرة الذهبية وكان التقدير والاحترام. بدر هاري العميد الجديد في هذه المباراة أبى إلا أن يسجل اسمه في هذا الاحتفاء بهدف ثاني. أحمد البهجة أيقونة كرة القدم الوطنية أضاف البهجة في إبداعاته الكتر. التونسي عماد المهدبي سجل ضرب جزاء لمنتخب النجوم. رونالدينيو غوتشو نجم المباراة كان رقما صعبا في مراقبته. علاقة قوية تربطه بمصطفى حجي. شيبان وغيميشيل استمتع بالعروض. لنتابع هاتفية ولنتابع ماذا فعل رونالدينيو هنا بالضبط في هذه اللقطة. يمرر إلى اللاعب حديود وهدف جميل. ولنتابع هذه العملية بالعرض البطيء ولنتمعن التمريرة بالظهر لغونالدينيو جاء حديود. لنتابع جميعا. وتأتي لحظة الوداع التي تحمل الكثير من معاني التقدير والإجلال للاعب تميز بقوة الكاريزما ونبل الخلق. لاعب كبير بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ابن مصطفى حجي الصغير في إشارة إلى أن الخلف سيحمل المشعة باقتدار وصورة جماعية تؤرق لهذه المباراة التكريمية لنجم اسمه مصطفى حجي. يوسف يتحدث عنه. Il a fait énormément pour le football marocain, pour le football africain, pour le Maroc. Et c'est sûr, pour moi, c'est vraiment une fierté. Bah, quand je vois que tout le monde répond présent, voilà, c'est quelque chose de beau. J'espère que pour lui, ça va être un moment inoubliable. بين العائلة الكبيرة ديال كرة القدم، بين كل المغاربة، بين العائلة الصغيرة، بين وليداتك، شعور ديال كل المغاربة. لا خويا هادشي هاد الناس هادو اللي جاو اليوم ولا ما جاوش، أنا عرفت المحبة اللي تعطوا لي الناس، وكل نهار تنخرج في الشارع وتمشي مع العائلة ديالي كان واحد الاحترام. وقلت لك بحال قلت لك عندي العائلة ديال 35 مليون ديال البنات، دونك كومون يا با بلوس دو بونور في هذا العالم هذه. دونك جو لو ميرسي، تنقول لهم تنشكرهم وتنقول لهم شكرا بزاف بزاف، والله يعطيكم الخير، والله خليكم ديما بحال هكا، وبغيتكم ان شاء الله ولادكم تشوفهم في هذا المنظر هذا. شكرا لصاحب الكره الذهبيه والى اللقاء.